حبه للفن رافقه منذ الصغر، فأقبل على نوادي الأطفال دور الثقافة ودور الشباب، ثم مع الراشدية صقل موهبته وأحسن عزف العود. ضيفنا فنان متكامل، يعزف يلحن ويغني. محطة الكورال الوطني للأطفال كانت حاسمة في انطلاقة فنان الطفولة سامي دورقس. بدايتي الفنية بدأت بطبيعة الحال كما معظم الفنانين البدايات نتاعهم، كانت في المركز الثقافي المنزه السادس في كورال، في الكورال الوطني مع الأستاذ عادل بوعلاق. كنت عازف عود وبطبيعة الحال في الكورال الوطني، معناها الأغاني الموجهة للطفل اللي هي تستهويني من قبل مليانة صغير، حاجة حبيتها برشا ولقيتها في الكورال الوطني. فالبداية الحقيقية نجم نقول لك بدأت من الكورال الوطني مع الأستاذ عادل بوعلاق، وبدأت تطور الأمور بشوية بشوية. بديت نكتب للطفل، بديت اللحن للطفل، خاطر كانت الحاجة الوحيدة اللي نستنى فيها يكون هذا الحد. والصغار كي يحفظوا حاجة نزيدوهم حاجة أخرى يحفظوها، مع لعبة حبيتها، لعبة سمتها صغار حبيتها. بشوي بشوي لقيت راح وليت حتى أنا نكتب ولحن للأطفال. كنت عندك عدة محطات، محطات فنية في برامج تلفزية، في حفلات، عندك زوز ألبومات، تجربة ثرية، كنت أحكينا عليها أكثر. التجربة بطبيعة الحال بدأت من عام 97، نعم 97. الألبوم الأول بديت نحضر له تقريبا من سنة 2001، اللي هو كما تفرجوا فيه لهنا هنا هنا هنا. الكليب تعمل من بعد، الكليب بإمكانيات يعني بسيطة، والحمد لله يعني الإمكانيات البسيطة حبوها العباد إلى يومنا هذا، معناه يتفرجوا فيه الكليب بتاع هنا هنا، وكان وجه السعد بالنسبة لي أنا. الألبوم الثاني بتاع شوية قعد 4 سنين، من 2004 حتى 2008، اللي صدر مؤخرا بعنوان أرض الأحلام. كان فيه نظرة جديدة، إنه يعني بطبيعة الحال مش كما أول ألبوم يكون الواحد في اختياراته مش كبيرة برشا، وما عندوش برشا أسماء يتعامل معها. على ذاك تلقى في الألبوم الأول معظم الألحان والكلمات متاعي. الألبوم الثاني كان فما شوية أكثر ثراء، معناه أسماء مختلفة من ليبيا من تونس، شعراء معروفين والحمد لله. توا عندك ألبوم ثالث إن شاء الله قاعد تحضر فيه، مش في تونس، في مصر. أحكينا على الألبوم هذايا، كيفاش التحضير، شكون الأسماء اللي تعاملت معاهم وغيرها؟ الألبوم الثالث كان مع الشاعر الكبير المصري كمال عبد الرحمن، اللي كان لقائي به بالصدفة في أكبر موقع للطرب الأصيل اللي هو سماعي بوانات، موقع كبير برشا يحصل فيه لقاء ما بين الشاعر والملحن والإذاعي مع الكاتب، يعني لقاء كبير ياسر يصير مع أسماء كبيرة. هذا الموقع يعني نوجه له بشكر العميق، لأنه هو اللي كان لي سبب باش نتعرف على كمال عبد الرحمن، اللي كتب لي أغنية يا غزاوية، وكتب لي إضافة إلى غزاوية 5 قطاع أخرى. ونحب نوجه له تحية من تونس، نقول له شكرا لأنه هالأعمال هذه كلها قدمها لي هدية. أجراس هي بداياتي، والحمد لله إلى يومنا هذا مازلت في مجموعة أجراس، لأنه نحسها جزء من كياني، يعني جزء ما مش ممكن إني نبعد عليه، لأنه مجموعة متاع بحث موسيقي، مجموعة متاع
الكلمة الباهية متاع اللحن الباهي متاع الحاجة اللي بالحق تدخل في عمق وجدان أي واحد. تفاعلا مع الأحداث الأخيرة اللي صارت في غزة كنت أصدرت أغنية غزاوية. بطبيعة الحال عندما تصير كارثة كما الكارثة اللي شفناها آخر مرة في غزة، يعني أول أنا نتصور هكا أول إنسان يتحرك هو الفنان، سواء الشاعر أو الملحن أو الرسام، وكل واحد يعبر بطريقته. مينو أجمل ما شافت العيون، طفلة صغيرة بخدود القرعون. مينو أجمل ما شافت العيون، طفلة صغيرة بخدود القرعون. تعشق ماما وبابا وما في الكون، تجري تضحك تلعب وتغني كتير في الزمان.